أستاذ سامي شهيد الغني عن تعريفه الذي شرفنا بحضوره، مثلما شرفتنا الأستاذة الطاهرة حجازي، وشرفنا العديد من الأدباء والشعراء والشاعرات الذين قدموا من أماكن بعيدة أيضا خارج الدار البيضاء، لأصدقائنا وطلبتنا طلبة الإجازة بالخصوص، وطلبة الماستر وطلبة الدكتوراه. هذا اللقاء الذي نعتبره ليس ندوة عادية أو لقاء عاديا، لأن دلالاته أكبر بحضور أساتذتنا وزملائنا وأدبائنا. طلب أن يتكلموا بالمناسبة، نحن لم نراجع مقالاتهم، تركناهم لنستمع إليها لأول مرة قبل أن نحكي معها، وهي فعلا ذات قيمة عالية تعطي هذه الصورة لطلبتنا الذين يدرسون في جامعتنا الخارجية. لقاء اليوم مع الأستاذ طه حجازي كما قلت في دلالته المتعددة لطلبتنا ولأصدقائنا وللشعر المغربي وللثقافة المغربية وللمرأة أيضا. الأستاذ طه حجازي نموذج للشاعرة التي لا تشتغل في برج عاجز، ما يهمها وهو أن تؤسس لثقافة عملية مع الطفل ومع الإنسان عامة، لذلك تجد تجربتها متميزة ونادرة في الثقافة المغربية، يعني نحن نحتفي بها شاعرة وإنسانة ومربية. وقد كشفت الدراسات إلى أي حد أن هذه الخصائص أو هذه التجربة هي جديرة بأن نتبناها نحن في مختبر السرديات، وأن نتبناها في الجامعة، وأن يتبناها طلبتنا في الثانويات وأي مؤسسة من المؤسسات. لذلك أنا أشكر أستاذ طاهر حجازي وأشكر الفريق طلبة الماستر الذين أشرفوا على إنجاح هذا اللقاء، وكنا سنعقد لقاء آخر مع كاتبة أخرى يوم 9 مايو، أجلناه للدخول الاجتماعي حتى نهيئ له بشكل جيد، لأننا لا نسمح أن نعقد لقاءات دون أن يكون التهيئ لها، لأن تكريم المبدع هو جزء من الثقافة التي نؤسس لها، تكريم الثقافة وتكريم الإبداع، كما أنه نمنح طلبتنا في الإجازة والماستر والدكتوراه فرصة لينجزوا الباب المختبر والماستر مفتوح أمامهم، لينجزوا ندوات عن الثقافة المغربية، عن المثقفين المغاربة في كل مجالات التعبير، وهي دعوة لهم لإعداد ما يعدونه، ونحن على الرحب والسعة نحتضن هذه سنختم بلقاء مع طلبة الماستر، وأتمنى أيضا أن يحضروا في نهاية شهر 6 بعد الامتحانات، وهي تجربة ندعو لها الأساتذة أن يحضروا أيضا، تجربة ستهمك أنت أستاذة أيضا، أنهم أنجزوا قصة عن كتبوها لأنفسهم، كيف يتخيلوا أنفسهم حيوانات، يتكلموا باسم حيوانات. هي تجربة جديدة لنعطيهم أن يلتزموا أو أن يندمجوا مع الطبيعة، مع الجزء الآخر منا الذي هو البيئة والطبيعة، وكيف يتخيلوا هذه الكتابة. سنحضر معهم ونستمع لأول مرة إلى هذه النصوص ونبدي رأينا، لأن كما قلت داخل كل طفل أنثى أو رجل شاعر أو شيطان، بالمناسبة يكون شاعر ولا يكون شيطان. إذن هذه توليفة جديدة ليغلب. لذلك أنا أشكركم وسنستمع إلى باقي الشهادات من المدرجين وغير المدرجين من الأساتذة والأستاذات في هذا اللقاء.